المباراة كانت من الطرفين كانت جميلة، والزمالك بصراحة آخر ربع ساعة كانت بتاعة الراجة، وكنا نفسنا عبد الله جمعة ما شاء الله برضو كان حاجة جميلة جدا، ويعني حارس المرمى كان رائع، وأنا بصراحة زعلان عشان الرجاء لأن استحملوني، لأن يعني بحب الراجة وبحب كل أصدقائي رجويين، ونقول لهم هارد لك، ولسه المباراة ما انتهتش، يعني ما شاء الله أنا متأكد إن الرجاء تقدر تعمل حاجة في القاهرة، ولو الظروف سمحت ليها إن شاء الله تقدر تعمل حاجة، ما عملتش نصفق عليها بكل روح رياضية. وبنشكر الجميع، بنشكر وأولا بس أنا أقول لكم على حاجة، هو وش سيادة السفير علينا كويس بصراحة، وش السفير علينا امبارح كسبنا، وشه النهاردة كويس، وبصراحة يعني من ساعة ما جه وما كانش فيه لسه أي مباراة للقاف أو الكلام ده، فكان أول ما جه كانت النهائي بتاع الوداد، وكان النهاردة حاجة جميلة بصراحة، يعني وشه حلو علينا.